داخل مختبرات العلوم في جامعة بوليتكنيك فلسطين بالضفة الغربية كانت البداية. مشروع علمي للطالبتين سحر أبو تركي وسلام الجمل يدرس آلية تأكسد الكابتوبريل، وهو دواء يستخدم في علاج العديد من الأمراض المعروفة عالمياً، أبرزها مرض ارتفاع ضغط الدم، حيث تم دراسة الأثر الناتج عن تغيير بعض العوامل كدرجة الحموضة والحرارة وتركيز الآيونات وغيرها من العوامل على آلية الأكسدة، أي ما يعرف بتلف الدواء نفسه، مما ينعكس بشكل سلبي ويصبح ضاراً للمريض المنوي علاجه به. هذه المادة مشكلتها إنها لما تتراكم في الجسم لتراكيز معينة بتؤدي إلى مشاكل صحية، ممكن تأثر على الأوعية الدموية، ممكن تأثر على الكلى، ممكن تأثر على مستوى الكولاجين في الدم، كما إنها ممكن تسبب تشوهات للأجنة في حالة إنه لو أخذتها واحدة حامل. عملنا على دراسة الكابتوبريل المعروف تجاريا بالكابترون اللي بيعمل على تنزيل ضغط الدم، هو الدواء الأول اللي بيعمل على تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين اللي بيعمل على انسداد وتضيق الأوعية الدموية. وتكمن الفائدة العلمية للمشروع من خلال حماية الدواء من التلف عن طريق التحكم في العوامل المؤثرة على سرعة أكسدة الدواء لحماية الأشخاص الذين يتعالجون به. في الوقت نفسه تسعى المشرفة على المشروع العلمي إلى الاستمرار في الأبحاث العلمية بشكل عام بهدف تطويرها واعتمادها في المستقبل القريب. لو قدمنا الدعم المعنوي للطلاب والدعم الأكاديمي الطلاب بيطلع منهم إشي كتير. أنا ما بحكي بس بخصوص سلام وسحر، إحنا ممكن إنه نوجه هاي الطاقات، كل طالب يكون في عنده طاقات معينة، فإذا إحنا استغلينا هاي الطاقات ووجهناها بطريقة صح ممكن يطلع من الطالب إنجازات كتير عظيمة. ومن الملاحظ أن جميع المشاريع العلمية للطلاب الفلسطينيين بحاجة إلى تمويل ودعم مادي لكي يتمكن الطلاب من شراء المستلزمات الخاصة بمشاريعهم، بالإضافة إلى وجود جهات تتبنى أعمالهم وترعى اهتماماتهم. دعم المشاريع العلمية في الجامعات الفلسطينية من شأنه أن يساعد على تطوير عمل الطلاب الذين يعملون على إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه معظم المجتمعات في العالم. من داخل مختبرات جامعة بوليتكنيك فلسطين، رائد الشريف الغد، الخليل.